الحمد لله رب العالمين، شرع لنا من الدين ما به قوام الحياة، وسن لنا من الأحكام ما به السعادة في الدنيا وبعد الممات، وجعل الخير العميم في حسن العلاقة بين الأبناء والآباء والأمهات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حمل الأولياء مسؤولية رعاية البنين والبنات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير رب ومعلم للبنين والبنات. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل الأوقات. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، نتطرق اليوم من خلال خطبتنا هذه إلى موضوع تربية الأبناء. الأبناء هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله بها أو ينعم الله بها على عباده. نعم، نحن مطالبون بتربية الأبناء، وأن للأولياء والآباء والأمهات والأسرة بالدرجة الأولى مسؤولية الرعاية والتربية والتنشئة. أبناؤنا الذين هم آمالنا للمستقبل، كل أمة للأمل بتاعها على الأبناء، وهم ثمار سعينا ومطمحنا إلى أرضاء الله تعالى وإسعاد المجتمع. وذلك تحقيقا لقوله تعالى في كتابه العزيز حين قال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعوة يطلبون من الله الذرية الطيبة الصالحة من أزواجهم، وأن يجعل هذه الذرية قرة عين، أي تقر بها العين، أي تسعد بها النفس، أي ترضى بها، أي تفتخر بها، أي ترفع قدرك ومكانك. وأبناؤنا اليوم في مجتمعنا هذا وفي عصرنا هذا يعيشون رغد العيش، يعيشون رغد العيش لم نعش نحن لما كنا صغارا، أبناء الخمسينات والستينات والسبعينات، لم نكن نعيش رغد العيش الذي يعيشه أبناؤنا الآن يا إخوة الإيمان. وتتوفر لهم كل الإمكانيات، المسكن المريح، السيارة المريحة، البيت المنفرد، الفراش الوثير، المكتب، الحاسوب، الهاتف، الأكل، الراحة، التكييف، وغيرها من وسائل الترفيه والتنعيم التي يعيش فيها أبناؤنا الآن ما لم نعش نحن لا في الخمسينات ولا في الستينات ولا حتى في السبعينات. إذا يعيشون رغد العيش وتتوفر لهم كل الإمكانيات ومطالبهم لا تنتهي ورغباتهم لا حد لها، طلبات الميدان تقوى ما شاء الله، ورغباتهم وشهواتهم ونزواتهم، والأب والأولياء والأسرة والعائلة تنفق المال الطائل والملايين في كل سنة على أبنائها تعليما، لباسا، ترفيها، غذاء، دواء إلى غير ذلك. ومع ذلك رغم هذا الخيال، رغم اللي يفرضها الأبناء الآن، رغم الإقامة، رغم الحياة اللي يعيشوها، ومع ذلك وفي كثير من الأحيان قليل منهم الشاكر وقليل منهم الذاكر. السيارات بقاو يشكوا، اش عملتي؟ اش ما خديتيش؟ ما عادش خديتيش كي ولد عمي، صاحبي عندكم، مهما تنفق
احترامهم لابائهم وامهاتهم واساتذتهم ومربيهم. ودي الاخلاق والاداب والاحترام والحشمه والحياء اللي كانت موجوده في الاجيال لما كنا صغار. يعني الكثير من الناس يحكي ويقول والمده قريبه قصيره شخص قال معناتها يكلفني ابي وانا صغير يعني في الخمسينات والستينات لاذهب الى المكان لشراء بعض المتاع فامر بعيد فامره على الوجود فارجع لا يمكن ان اذهب الى المكان. كانت هناك احترام وكانت هناك حشمه الا ان الابناء الان لا حشمه لا من الاباء ولا من الامهات وحدث ولا حرج المعلم والاستاذ وشكون علم بقلة الحياه وهم لانه على اقل حاجه هم يقولوا بقى ضربك غلب ونمشي له وخلوا شرايين كيفاش تقول لك يتربى مستحيل. وكثير منهم الابناء ينغمسون في المحرمات والمنكرات منذ بدايه سن المراهقه فنجد في المدارس الابتدائيه وفي المدارس الاعداديه في المعاهد الثانوية تدخين وشرب الخمور وتعاطي للمخدرات. نعم أصبح حتى في المدارس مما يؤهلهم هؤلاء الأبناء بعد ذلك وهم في سن الشباب إلى الانحراف والجروح والقسوة والإجرام. هذا الكل والصنف الأخر يخرج من المدرسة ولا من المعهد مجرم مشروع مجرم يفعل الافعالين ويقتل ويعتدي وبركاجين ونقولوا ليش وعلاش؟ لانه ثم خلل كبير في التربيه منذ الاساس واقول منذ الاساس يعني من الاسره. هذا مما يدعو كافه مؤسسات المجتمع التربويه الاسره بدايه والمؤسسات التربويه وكل المؤسسات الاعلاميه الدوله لدراسه هذه الظاهره والبحث لها عن الحلول. وهذه مسؤوليه عظيمه تقع على عاتق المجتمع وعلى الوالدين بالدرجه الاولى. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ربي خاطب المؤمنين مش الكافرين اشبه المؤمنين قوا من الفعل البقاء يقين حافظوا وتبادلوا أنفسكم وأهليكم نارا. حافظ على وليداتك وصغيراتك من أنهم يدخلوا للنار أشبه النار. وقودها شنو باش تشرب؟ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا هذا المصير بحذر الكوكب المصير جنة والملائكة في إمرار ومش ملائكة رحمة ملائكة عذاب غلاظ شداد قلوبهم ما تعرفش الرحمة باش يرفضوا أمر ربي ما ترفضش مصيرك أن تقول هذا منام. عباد الله لسائل أن يسأل ما هي الأسباب التي أوصلت أبناءنا إلى هذه الأوضاع التي ذكرناها. السؤال الهام علاش ولد فلان طلع وعلاش أغلبية الأبناء والشباب هكا إلا ما رحم ربي؟ وعلاش ولد هذا مستقيم ومتروح ومتخلق وسمع ويصلي ويقرأ ويجتهد؟ ولد هذا مجرم أو مش مجرم؟ علاش؟ ليه؟ ربي هذا خلق الملائكة وهذا خلق الشيطان أبدا حاجة لله. الأسرة الأسرة وأؤكد على الأسرة وعلى الوالدين وعلى مسؤولية التربية وصدر ذلك. إذا من الأسباب سأذكر لكم أربعة أسباب يا إخوان الإيمان. أول هذه الأسباب هو ضعف دور الأسرة في التربية والتقدير. الأسرة ما تبقاش تربي، العائلة ما تبقاش تربي، البو ما تبقاش يربي، الأم ما تربيش، الجد ما يربيش، الجار ما يربيش. قبل حتى الجار حتى ما تعرفوش في الشارع تقول لك أحشي المرجع تو ما حد يربي. وذلك راجع إلى غياب الوالدين عن الأسرة وذلك لانشغالهما بالعمل والمسائل الخاصة والعمل السياسي والجمعياتي. الراجل يخدم بالظلام الظلام والمرأة حتى هي تطلب بالظلام الظلام سلمت الدار انساها هاجر
المفيد ما كنتش في الدار ما نحرجش واصبارك يضيع وهذا اللي عايشينه وكما تعلمون فإن الطفل في نظام الحياة الجديد دعوا اصبارنا أصبح يعيش في المحاضن في الروضات في الكراشات في المحضن عبر شهور يزول من المحضن بعد اللي المرأة تخبط ولا دار الراجل يفتح وما ثم شكون يشد في المحضن من اللي أمره ست شهور في المحضن زعم هل في المحضن هذه المرأة ولا الراجل مهما يكون طيب وملائكة زعم مش يكون قلبه على ولدك كيما قلبك أنت على ولدك زعم عنده حي ولد دمين ولا عنده 20 30 40 فإن الطفل في نظام الحياة الجديد أصبح يعيش في المحاضن وتحت رعاية المعينات المنزلية في أحسن الظروف يجيبون المعينة والمعينة الله أعلم عليها وعلى أخلاقها وعلى تصرفها وعلى أعمالها وعلى أفعالها فمن الذي سيصور بأخبار الطفل؟ ومن الذي سيقوم بالدور التربوي؟ إذا ما ربيتش أنت الأم والأم وراه ما يربيش غيره قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انت اللي انجبت انت اللي جبت انت رب الجسد ربي ما يسالش المسؤول في المحضر وما يسالش المعينه المنزليه يوم القيامه باش يسالك انت يا ابو يا ام شبي يقول لك طاع وجب شبي طاع ولدك ما يصليش شبي طاع ولدك سارق انت باش يسالك ويوم القيامه يكبش الرسول في كروتك ويخلقك ويقول له يا ربي هذا ابويا ما علمنيش ما ربانيش ما خلقنيش بويا سيبني بويا هبلني امي هبلتني خلاوني في الشارع ثم قال عليه الصلاه والسلام والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في مال زوجها وبيته وهي مسؤوله عن رعيتها هذا السبب الاول دور الاسره لي تطمحن اثنين السبب الثاني غياب تنشئه سليمه للابناء مابقاش ثم تربيه سليمه مابقاش ثم اخلاق مابقاش ثم يعني اعمال تربي الصغير لذلك غابت في تربيتنا سواء على مستوى الاسره او حتى المؤسسات التربويه غابت تنشئه الابناء على القيم الدينيه والمثل الاخلاقيه وعلى تحفيظ القران الكريم والقيم الاسلاميه توا تقرب لك القران يقولوا له هذا يا بيه الرمضان الكتاتيب عملنا مشكله هذا هي النفع ما يعني المجتمع والحضاري والتحضر المدارس بتاعنا المناهج التربويه بتاعنا لوج على النفس الديني القراني الاخلاقي ما تلقاش مش شبان وضمه اما وضمه حتى شعره شبان مثلا مش نقولوها بكل صراحه وانا رجل تربيه وكنت مدرس واعرف جيدا ما اقول لذلك تم استبدال القران الكريم والقيم الاسلاميه والاخلاق تم استبدالها بمنظومه تعليميه جافه وفضفاضه وخاليه من القيم الدينيه يعلمون كل شيء الا القيم الدينيه وهذا ما ربه اولاده من الغرب ونفذه ابناء الجنده وابناء وطننا قال عليه الصلاه والسلام ما نحل والد ولدا نحلا خيرا له من ادب الحسن ما نحل اي ما اعطى نحلا يعني اعطيه في اللغه الدرجه احسن حاجه تعطيها لولدك احنا نفكر ده وش نعطيه نبني له دار نعمل له معمل نعمل له رصيد في البنك ما لا يقول حل رصيد في البنك صب له كل شهر نعلمه بالفلوس والدنيا والمشاريع وكل وننسيه للاخر سيدي النبي قال لك احسن حاجه تعطيها لولدك شنية؟ فلوس كلام زيتون حوال شنية؟ ما نحل والد ولدا نحلا خيرا له من ادب الحسن احسن حاجه تعطيها لولدك هو انك تقدم تخدم طلبه من ادب وتخدم يحترم ويحشم ويراعي ويعرف القيم ويعرف الاخلاق هيك احسن حاجه انا تخلي له الفلوس والهداشة والبنوك والمؤسسات يكبر ويكون في السنه كلها في الحرام على خلق اولاده وخيام وقال ايضا لان يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق بصاعا تعلم من ايدك شويه اداب واخلاق واحترام
فهم والصادم والاتصال التي أصبح لها دور كبير في نحو شخصية الطفل والشباب والتأثير عليهما. والكل يعلم ما في هذه الوساطة الاجتماعية من أخطار على الشباب كالمواقع الإباحية ومواقع الاستقطاب للجريمة والتطرف والإرهاب. وخير من أختم بهذا المقال كلام الله العزيز العلام الذي قال في محكم البيان: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.